بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر، اللهم لك الحمد والشكر. هذا محصول عشبة الخبيز لهذا العام من البستان من الحديقة. الله أكبر، اللهم لك الحمد والشكر. هذه النبتة العظيمة العجيبة التي فيها فوائد كثيرة جدا جدا، والتي يهملها الكثير، فيها فوائد عظيمة جدا، نشكر الله عز وجل عليها. فاحنا نقوم بذلك بأن نجمعها ونفعل كل ما يمكن الاستفادة من هذه الأشبة. أول شيء نأخذ الأوراق ونصنع منها طبيخ الخبيز الرائع المشهور في فلسطين، مع زيت الزيتون مع الليمون ومع الفلفل والشطة. ما شاء الله ما شاء الله، مغذي ومفيد جدا. أيضا يجفف ويطحن ويوضع مع العسل ويشرب معلقة منه على مغلي ماء سخن في الصباح، فهو مليء بالفيتامينات والمضادات الحيوية وكذلك مضادات الأكسدة. ويا إخوة، هناك من فوائدها العجيبة أنها تعالج السرطان، وهناك دراسات عجيبة جدا عليها تبين أنها لها قدرة بفضل الله عز وجل في التخلص من الأورام السرطانية والخلايا السرطانية. وهذا سبب عجيب في وقاية كثير من الناس في فلسطين بسبب الحروب. كان يلقى عليهم القنابل والغازات التي مليئة بالسموم، ولكن بفضل الله الله عز وجل أعطانا هذه العشبة وهذه النبتة عظيمة الفوائد في هذه البلد، حتى نأكل منها ونقاوم هذه الغازات وهذه الأشياء المدمرة للصحة والمسرطنة التي يرسلها الاحتلال. فبفضل الله الله حبانا هذه العشبة فنستفيد منها. أيضا حين نأخذ الأوراق والسيقان وكل ما هو مفيد، الباقي نعطيه عشب للدواء تأكله، فهو مغذي لها. هناك كثير من الفوائد سنتكلم عليها بتفصيل، فتابعونا وتابعوا هذه السلسلة لتستفيدوا منها، وأرجو المتابعة للقناة. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.